ما يخص مناطق العنقور بسبب الوضع المائي في بحيرة الحبانية وانخفاض مناسيبها، والسنة الرابعة على التوالي لم يتم تزويد بحيرة الحبانية لأنها تعتبر منخفض خزني وليس منخفض أو للتجمعات السكانية والعيش فيها. هذه المناطق تم إرسال كتاب رسمي من قبل معالي وزير الموارد المائية إلى ديوان محافظة الأنبار بشخص السيد المحافظ، وتم إعطاهم موافقات على الحصة المائية، تجهيزهم حصة مائية من مقدم سدة الفلوجة عبر أنبوب ناقل.